السلام عليكم أحبائي ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أسهل الوصفات. اليوم سنقدم لكم وصفة رائعة ومفيدة جدا للناس الذين يعانون من التعب والإرهاق الشديد وتلف الأعصاب. مشروب سحري ورائع جدا ومفيد لكثير من المشاكل التي يعاني منها الناس في وقتنا هذا. مكوناته سهلة وبسيطة ومتوفرة بإذن الله. هذا المشروب سحري قلت يعالج الكثير من المشاكل مثل مشاكل الجهاز الهضمي والقولون والتعب والإرهاق الشديدين وقلة النوم. قبل ما نبدأ في الوصفة السهلة والبسيطة والمجربة بإذن الله، أتمنى منكم أحبائي فقط الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس كي تصلكم جميع وصفاتي السهلة والبسيطة والمجربة والنافعة بإذن الله. دائما أكرر وأقول أن جميع وصفاتي مجربة، يعني نتائجها مضمونة إن شاء الله، يعني لا تخافوا من مكونات الوصفات، كلها مفيدة بإذن الله ومجربة شخصيا ومجربة من أفراد العائلة. ودائما أحرص دائما أحرص على أن تكون الوصفات مكوناتها سهلة وبسيطة، ويستطيع أي تستطيع أي امرأة أو أي إنسان اقتناء هذه المكونات، وأكيد النتائج مضمونة ومجربة بإذن الله بإذن الله تعالى. نبدأ في مكونات الوصفة. قلت دائما وصفاتي سهلة. عندنا مكونين رئيسيين، وهما أولا أوراق أو أزهار البابونج. كثير منا يعرف البابونج، يعني أحرص أنه يكون متوفر في كل بيت، يعني دائما يكون موجود في البيت لأن فوائده عظيمة بإذن الله. وإن شاء الله راح أعملكم فيديو عن فوائد البابونج. والمكون الثاني وهو النعناع. نعناع يعني أكيد كلنا نعرف النعناع. عندنا الآن نعناع يابس، يعني عادي إذا كان يابس أو أخضر، المتوفر عندكم في البيت، يعني أنا أحب أن أحتفظ به جاف لكي يكون متوفر طيلة السنة. قلت أعيد مكونات الوصفة. أولا قلت ملعقة، تقريبا ملعقة من أزهار البابونج، وملعقة من أوراق النعناع اليابس أو الأخضر المتوفر عندكم في البيت. ونحتاج أيضا إلى كأس من الماء المغلي. الوصفة سهلة وبسيطة وسريعة. أعيد المكونات. قلت ملعقة من أوراق البابونج، وملعقة من أوراق ملعقة من أزهار البابونج، وملعقة من أوراق النعناع. الوصفة كالآتي: أولا نحضر هذه الملعقة من أزهار البابونج، نضعها في كأس، أكيد نكون نظفتها وغسلتها جيدا للتخلص من بقايا الأتربة وجدت. ثانيا ملعقة أيضا من أوراق النعناع اليابس. نضع المكونين في كأس زجاجي، أكيد لازم يكون الكأس زجاجي، لا نستعمل كأس نايلون لأنه أضراره كثيرة جدا، خاصة إذا استعملت الماء الساخن. إذا كان الماء الساخن يجب أن أستعمل الزجاج. قلت نضعهما في كأس وأفرغ عليهما كمية من الماء المغلي. ثم نغطي هذا المشروب، يعني راح نعمل مشروب او نعمل تيزان كما نقولوا حنايا، تيزانه. نعم نغطي هذا المشروب تقريبا مده ساعه. قلت بعد ما وضعنا اوراق او ازهار البابونج واوراق العنب النعناع اليابس، نفرغ عليها كاس من الماء المغلي، نغطي هذا المشروب ونتركه تقريبا لمده ساعة كاملة، وثم يصفى هذا المشروب ويحلى بملعقة سكر، أو إذا وجد العسل ملعقة عسل، من الأحسن استعمال العسل، عسل النحلة. قلت يصفى ويحلى بملعقة سكر أو عسل من الأحسن، ويشرب في الليل قبل النوم، يشرب في الليل قبل النوم. هذا هو المشروب السحري والرائع، قلت فوائده كثيرة جدا لتهدئة الأعصاب والتخلص من القلق وقلة النوم، وأيضا علاج مشاكل القولون والجهاز
العصبي. هذا هو مشروبنا لهذا اليوم، فوائده كثيرة جدا، يصلح للصغار ويصلح للكبار أيضا. قلت مهدئ رائع ومريح للأعصاب. هذه وصفتنا لنهار اليوم. أتمنى منكم إخواني وأخواتي أن تشتركوا في القناة لكي تصلكم جميع منشوراتي بإذن الله، كلها نافعة ومفيدة بإذن الله. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم أحبائي ورحمة الله تعالى وبركاته.